يما عامله ايه دلو؟ طب بالله عليك يا اما مش قلت لك تخلي بالك من صحتك؟ والله يا والله يا اما انا مستني بس اقبض واجيب لك الدواء ونازل على بلد طوالي. لا يا اما لا يا اما ما تخافيش، ربنا كبير عمره ما هينسانا. يا اما ادعيلي ادعيلي بالله عليك. لا اله الا الله يا اما. هكلمك تاني هكلمك تاني. لا اله الا الله. سلام سلام سلام. مالك يا طه شايل همك ده ليه؟ امي يا زينب سايبها تعبانه وشايله همها متسابه في البلد لوحدها. والله العظيم انا لولا الشغل ما كنت نزلت على مصر. ان شاء الله هنقعد في الشغلانه دي كام يوم يا طه، ربنا يرزق بقرشين حلوين وساعتها تروح تطمن عليها. ايه يا جماعه مالكوا في ايه؟ ايه يا ابني مالك؟ مفيش حاجه يا رجل جلال، انا بس كان عندي طلب لو ينفع تشحن لي التليفون بتاعي عشان لازم انا اكلم البيت كل شويه. معلش. ولو اني هخبط مشوار كبير عشان اشحنهولك بس ماشي. معلش. معاك موبايل انت كمان عايز يتشحن؟ مش معايا الشاحن بتاعه. معاك شاحن جبره؟ شاحن جبره؟ انا معايا شواحن لكل الموبايلات. شوفوا شغلكم وانا هلم بقيه الموبايلات من الرجاله عشان اشحنها بالمره. عايز شغل؟ يا رب. بسم الله. احنا لسه نستنى كتير، مش مفترض تبدا تشرحهم؟ اما يحتاجوا الطلبيه هيكلمونا. طب ما نتصل بيهم احنا ونخلص. وانت مستعجل كده ليه؟ الاعضاء لما تنقل في الثلاجه مش حلو، لكن لما ننقلها طازه هيبقى افضل كتير. انا قلقان حد من العيال اللي بره دي يحس باي حاجه. يا سيدي ما تقلقش، انا ساعتها هبقى اتصرف. ماشي. وانا واقفه في استوديو الاذاعه حصلت حاجه غيرت حياتي. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطاء بس يغلط ويتمادى في خطئه؟ لا، يجب على أي إنسان أن يتوب. لازم يرجع لربنا، لازم يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن فضل ربنا وكرمه علينا إن أبواب التوبة مفتوحة على مصراعيها في كل وقت وكل حين. حد يسألني ويقول لي يا سيدنا أبواب التوبة دي مفتوحة لحد إمتى؟ أقول له حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، من فضله وكرمه علينا يفتح لنا أبواب توبته على مصراعيها آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك يا الله وعفوك وغفرانك، غفرانك يا الله غفرانك. واتحجبت وقررت اعتزل التمثيل وبدأت احضر كل دروس سيدي وبقيت ماشي وراه واتبعته في كل حاجة. وبعد مدة طلب مني سيدنا اني اطلع معاه في قافلة دعوة لقرية في الصعيد. لقد خلقنا الله وجعلنا خلفاء في الأرض لكي نطبق منهجه ونسير على شرعه في كل أمور حياتنا، وذلك لكي تكون كل حركاتنا وسكناتنا وتعاملاتنا عبادة خالصة لله رب العالمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. قولوا معي يا الله يا الله يا الله اغفر لنا يا الله.
وبدأنا نقرب من بعض لدرجة إنه أعجب بي. اسمعيني يا مريم وافهميني جيدا، أنا استخرت الله ونويت أتجوزك. تتجوزني أنا؟ أنا أصلي بصراحة من ساعة ما شفتك وبدأتي طريق الهداية والتوبة وأنا بشتهيكي. هي ست في الدنيا تتمنى تتجوزك يا سيدنا، بس أنا خايفة من تجربة جوازي الأولاني. لا اطمني وما تقوليش كده أبدا، معايا ما فيش خوف، أنا الطمأنينة والأمان وأنت السكن والحنان. سيبي لي نفسك وما تخافيش. وإحنا راجعين من الصعيد عدينا على مكان وسط الصحراء، وقابلت هناك ناس غريبة ما كنتش حاسة وسطهم بالأمان. كان في شخص ملازمه طول الوقت، الجو وقتها كان حر، دخلت أدور على مية ساعة من هناك وأنا مصدومة، لحد ما قريت خبر في الجورنال عن حادثة الأوتوبيس. ده نفس الأوتوبيس اللي كان في المعسكر. وبعد 3 أيام أعلنت إحدى الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الحادثة والدنيا اتقلبت. هذا وتقدم بعض القيادات لتقديم واجب العزاء، وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. الراجل اللي كان مع سيدنا في المعسكر هو نفسه، هو اللي شفته بياخد العزا في مركز الشباب. بعدها كان قدامي حل من الاتنين، يبلغ عن اللي شفته وساعتها مش عارفة ممكن يجرالي ايه، او اني ابعد عن سيدنا واختفي من حياته. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامعهمك يا رؤوف؟ ما تهدي شوية يا حاجة، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ هو كمان ما دخلوش؟ هما ما عرفوش؟ ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزة تحله خالص. سيبك منهم يا أستاذ وخليك معايا أنا. أيوه. ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر أبيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمه؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقه. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان.
والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاوية أو المرات. يرضيك يا أستاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى بفاق كده أو بصر عليكم على حاجة. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمه ايه جاي صابرين؟ مش كده صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ما تكبرش الحكايه يا رؤوف، يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبهاش زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ زلال. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا لا الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته، وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف واخته. يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. مش عارف ملاك دي مش بقول لك يا استاذ هلال سيبني اروح بيتي، خليني على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه القواضي؟ مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. هجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. شوفوا جمال الآية يا أخوانا، وفروا إلى الله يعني اهربوا من عذاب ربنا يا ربنا. فيه جمال أكتر من كده؟ معناها إيه؟ عايز تبعد عن عقاب ربنا قرب لربنا. كل ما نتقرب لربنا أكتر طول ما ربنا يرضى عننا أكتر وأكتر. قربوا من ربنا أكتر يا أخوانا. ايه تعمل ايه؟ كنت بتفرج على فيديو. زيزو انا بجد مخنوقه قوي ومش عايزه افضل هنا. انا نفسي خدت قراري خلاص، هرجع اعيش عند هيلو تاني. انا كلمته وعرفت انه عنده انكل دروس دلوقتي. لا يبقى بليز تاخدني معاك وما تسيبنيش انا لوحدي. ماشي خلاص اخدك معايا. يا سلام، ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراز. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم كنتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته، اكيد اكيد هيطلقها. انت اتهبلتي عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يا مرحب يا مرحب، منورين والله والله منورين. معلش يا دراز يعني بتقلين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا ربي. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. ايوه عماد. لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيتي يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام. والخدمه هنا حلوه قوي قوي قوي. مع السلامه حبيبي، مع السلامه. هي مجنونة مجنونة. انت
يشربوا حاجه؟ كتر الف خيرك، كفايه انك انت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده هنا. ايه ده؟ يوسف وهبي. ايوه نهى، مشهد حزن. انا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي، وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه، ومنظور هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول عفاف. عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعه. عشاء ايه تاني؟ لحقوا جعوا، ده سبع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ مخنا. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضيه بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها الكوافيره بتاعت مريم. انا فاكره الكوافيره دي عشان ماما مره خدتني معاها، وكان ساعتها عيد الطفوله وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفه مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحركي عليها انت وزكي. مش عايزك تسيبيها الا لما تعرفي منها كل حاجه. انا لؤهين بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ ايه ده؟ هي مريم خلفت من ورايا ولا ايه؟ اصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجه زي دي. معلش، اصل هي كانت مخبيه عن الناس كلها. عامه انا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انت بنت الغاليه، تشربي ايه؟ لا لا شكرا، بصي انا جاي اسالك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهارده. معلش خليها مره تانيه ان شاء الله. لا لا انت شكلك كده مش طالعه لماما، الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. الا قولي لي هو مين الاستاذ؟ اوعى يكون جوزك. لا جوزي ايه، انا مش متجوزه. انا زكي. مع انه مش باين، بس تعرفي لؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، شاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك، ده زي القمر هيعجبك قوي. ايه يا حاجه؟ ايه لوك 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 لوك، انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت اول مره تشوفيها. كان في مذيعه برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك، ماما اتعرفت عليها هنا وبقوا اصحاب. مذيعه تقصدي الاستاذه ناهد فؤاد. نون فين؟ صح. طب قولي لنا بقى ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقه بقالها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الاذاعه. اول ما تعرفوا منها اسم المذيع تبلغوا دراز ومنظور. دي اول قضيه نطلع نبحث فيها سوا يا منظور، عشان كده انا متفائل قوي ان احنا ان شاء الله هنوصل لحاجه باذن الله. بس ما تنساش ان دي شغلتي، ان شاء الله هنوصل للنتيجه اللي انت عايزها ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا، نورت مكتبي. ربنا يخليك يا فندم. نور حضرتك، انا دراز ابو المعاطي، رئيس تحرير جريده نبض الشعب. وانا لواء منظور شكري. وانا اتشرفت بيكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. بفضلك. امروني. احنا جايين نسال حضرتك عن المذيعه ناهد فؤاد. ناهد الله يرحمها ماتت؟ ايوه ماتت، في المكتب هنا على الكرسي ده. يلا منظور اقعد يا راجل اقعد، بلاش التشاؤم ده، اقعد. هي اصلها كانت تعبانه، كان عندها القلب، جالها كرشة نفس وضيق في التنفس، خدناها وجرينا على المستشفى، لحقناها. لحقتوها؟ طيب يا اخي طول من الاول وقعت ركبي، ليه قلت ماتت؟ ما هي بعد اسبوعين بعد ما خرجت من المستشفى جينا نديها سكريبت الحلقه بتاع البرنامج، لقيناها ماتت على الكرسي ده. لا فعلا يلا بينا يا دراس. لحظه، انا بدات احس بنغزه في قلبي. انا مستعجلين ليه؟ ده انا طلبت لكم 2 قهوه ساده. الدوام لله، متشكرين قوي. يلا يا منظور، وشك حلو عليا قوي يا منظور.
هذا وتقدم بعض القيادات لتقديم واجب العزاء، وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. دي كل الأخبار اللي قدرنا نجمعها عن الموضوع. معتز، اطبع لي الأخبار دي وحط لي الفيديو ده على فلاشة. أنا استأذنت من المكتب وجيت لك. خير؟ يا ترى جمال عامل معاك إيه؟ لغاية دلوقتي مفيش، بس أنا متأكد إن هو مش هيسيبني في حالي. إيه المصلحة بقى اللي أنت قلت لي عليها في التليفون؟ في ورق في الخزنة بتاعت مكتب جمال وأنا عايزاك تجيبهولي. ما أقدرش طبعاً، أنا مش ناقص مشاكل مع جمال، كفاية اللي حصل. وهو إيه اللي هيعرفه بس؟ أنت موظف، وشيء طبيعي جداً أنك تدخل بعد ما الموظفين يمشوا أو بعد ما جمال نفسه يمشي. وإيه بقى المقابل؟ تذكرتين سفر ليك والنجلة، تروحوا تعيشوا في أي حتة بعيد عن عين جمال. ما هو أصل جمال مش هيسيبك في حالك. تذكرتين سفر؟ ده على أساس إن أنا مش قادر أوفر تمنه. ونص مليون جنيه اتحطوا باسمك في البنك. الأهم بقى، فيديوهاتك أنت ونجلة هتتفرم قدام عينيك. وأنا إيه اللي ضمن لي كلامك؟ وأنا مش عارف ألعيبك؟ ده أنت لسه معلمة على نجلة. لا 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 لا، نجلة ده إيه؟ نجلة حبت تصيع عليا فحبيت أصفي حسابي معاها. شغل ستات أنت مالكش فيه. مشكلتها إنها خطفت جوزي. أنا طبعاً عارفة إن أنت مالكش ذنب في أي حاجة، وإنك اتجريت في الرجلين كده بسبب غبائها، بس تقول إيه بقى؟ وأنا هفتح الخزنة دي إزاي؟ دي ورقة فيها التلاتة باسورد اللي جمال ما بيستخدمش غيرهم. أكيد خزنة المكتب هتبقى واحدة منهم. أمال؟ طه، ايه الاخبار؟ رجاء جلال، معلش بس كنت عايز التليفون بتاعي عشان عايز اكلم البيت عندي. ماشي. عموما كلها يومين وتخلصوا وتخلصوا، وعندي ليكم خبر حلو. خير يا بيه؟ الشركه اللي انا تابعها طالبه عمال، وانا رشحتكم تشتغلوا فيها، هتعمل لكم عقود وبمرتبات ثابته. يا بركه دعاك يا ام. بس قلت لك هترجوا تحلقوا يا طه. بس يعني محتاجين يعملوا شويه تحاليل عشان مش اي حد بيتعين في الشركات دي. قلتوا ايه؟ موافقين؟ موافقين طبعا. طبعا موافقين. يعني المذيعة اللي اسمها نهاد فؤاد اللي كانت هتوصلنا لسيدنا ده ماتت؟ ايوه. في خبر عن بعض قيادات ورجال الدين اللي راحوا يعزوا، ممكن سيدنا يكون واحد منهم. ودول هنعرفهم ازاي؟ ده في طابور مشايخ. طب في خبر تاني اهو على لسان رئيس مركز الشباب اللي نظم الرحلة. ده أعرب رئيس مركز شباب أطويح بالجيزة المنظم للرحلة عن بالغ حزنه لوفاة أبناء المركز، وقد صرح بأنه من قام بتنظيم الرحلة من أطويح إلى أسوان، وأن الضحايا ماتوا شهداء للوطن. وده خبر لقيناه في أقوال مختلفة عن كل اللي قريناه. وريني كده. في سؤال أحد أقارب الضحايا عن الحادث أجاب بأن الاختطاف لم يكن بغرض القتل فقط، وإنما لأسباب أخرى. عايز اقابل اهالي الشباب دول. يبقى لازم نتحرك على أطفيح. قبل ما جمال يخلص شغله هتصل بيه، هقول له اني عايزاه في حاجه ضروري واني قريبه من مكان الشغل. اول ما ينزل لي هتصل بيك، تدخل انت المكتب وتجيب الورق.
النبي يا دكتور لو في حاجة بسيطة يعني عديها لي، أنا محتاج الشغلانة دي قوي. لا ما يحوجك يا شيخ. ماشي ماشي، يلا يلا اللي بعده. يلا قرب. ورق؟ ورق ايه؟ انت بتتكلم بجد يا عامر؟ لو اللي انت بتقوله ده صح يبقى غدا جت تحت رجلي. احنا لازم نتقابل دلوقتي حالا. اوكي باي. لا ما عملناش اللي في دماغنا ولا حاجه يا ماما. وبعدين ما خلو كلمك قالك ان احنا مع جده. طيب سيبينا هناك وقت الامتحانات عشان بنعرف نركز اكتر. اول ما هنخلص الو ماما. ايه بقى بتعملي ايه؟ ده برنامج ديني، حلقه كده بتتكلم عن الحجاب. ديني؟ انت كويسه؟ اه الحمد لله. الحمد لله. ربنا يستر بقى. وجادلهم بالتي هي احسن. إن ربك هو أعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا أنتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد. الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة ادوات مدرسية جنبنا هنا واحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الاطفال دول، هم المستقبل. عم ابراهيم، عم ابراهيم اهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الجماعه جايين عشان حادثه الاتوبيس. الباقي في حياتك في اخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله ان شاء الله حقهم هيرجعوا. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنه. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومه عن الحادثه. القضيه اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومه بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجري يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجه تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول يا باشا. سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطه اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه؟ ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني عم ابراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الاطفال قران؟ عم ابراهيم بيعلمنا القران من اكتر من 30 سنه.
وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم احفظهم قران. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت اديك قلتها بيدعوا. انا لولا حافظ كتابكم كلمه كلمه ما كنتش عرفت افرق بين الاسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحله دي؟ اه كان معاهم. هو الوحيد اللي ما ماشي فيهم. اه راجل مؤمن قوي قوي. اه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسال في ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي يعني. بتعرفي انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرفه. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغير معايا ليه؟ مين نورهان دي؟ في ايه؟ من نورهان دي واحده صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع قولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب ولاد الكلب لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني. سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. واضح ان الاخوة الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بيتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيرة محتاجة علاج. المهم تكافئوا انتوا طلبيها دي علشان اليادة ما بتروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون بخزينه امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجاله وصحتهم حديد. خلاص تمام أكلمك. بلغ سلامي للإخوة في سينا. وده كده الحشو بتاعنا. اسعى رؤوف. عارف يا دراز الشرطة دلوقتي ما بقتش في خدمة الشعب. الشرطة دلوقتي في حضن الشعب. اسعى رؤوف اصحى قوم نام شوية ارتاح لك جوه نام. قوم ارتاح شوية قوم نام على السرير جوه.
صباح الخير يا جدو. ايه ده؟ انت اتحجبتي؟ اصلا انا اتفرجت على درس دين عن الحجاب بصراحة كده خفت من اللي اتقال فقررت اتحجب. انا كمان كنت بتفرج معاها على نفس الدرس ده، خفت من الشيخ لدرجة ان انا كمان فكرت اتحجب. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمة خفت اللي انت قلتيها. اللبس ده المفروض يقربك من ربنا، مش عشان خايفة من واحد شيخ. اسمه ايه الشيخ ده عزيز؟ والله ما اعرف، افتح اللابتوب هتلاقي الدرس زي ما هو. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطاء بس يغلط ويتمادى في خطأه، ما يتوبش، ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن ذنب. السيد نوح، رؤوف، رؤوف، اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لي اريح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي؟ سيدنا واستكر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين؟ ننام ايه؟ احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. نام ساعة، نام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما انت عايز. مفيش صحيات، انت هتبلد. الورق اللي قدامك يا فندم بيثبت كل كلمة أنا قلتها في توريط غادة كامل في قضية بيع الأعضاء. احنا بنشكرك جدا، وأتمنى لو جالك استدعاء تشرفينا علشان نستكمل التحقيق. طبعا يا فندم. بقى يكهن الأتوبيسات الجديدة عشان يعمل صفقة لحسابه؟ ده يا فندم غير البزنس اللي عمله مع نجلاء مواردي الاساس. انا اول يا فندم ما شفت المؤخلات دي كلها على عامر قلت انا مش هسكت، لازم ابلغ سيادتك. الموضوع ده لازم يتحول للرقابه الاداريه فورا. حاضر يا فندم. انا النهارده بس تاكدت انك انت من عيله هلال كامل. دي يا فندم الاوراق والملفات اللي بتثبت الفساد المالي وتورط المدعو جمال الصياد اللي هو مدير مراسم مكتب رئاسة الوزراء، ومشترك معاه كمان عامر أنور كفافي، وهو واحد من اللي كانوا بيشتغلوا تحت جمال وبيساعدوا في الصفقات المشبوهة اللي كانوا بيتربحوا منها من خلال وظيفتهم. في كمان المدعوة نجلاء، دي كانت بتورد أساس مكتبي للوزارات بمعرفة وموافقة جمال، والحقيقة هم الاثنين كانوا بيحصلوا على عمولات. طب وإيه الإثبات على الكلام ده؟ أنا محامية يا فندم، أكيد مش هتكلم غير وأنا معايا الإثبات والأوراق كلها قدام حضرتك. المدعوة نجلاء كانت الزوجة الثانية للمدعو جمال اللي كان بيتربح من شغلته في الوزارة مادياً وشخصياً ليه ولزوجته. ونفس اللي حصل يا فندم مع رجل الأعمال المعروف صفوت نجيب. والدليل على كلامي الفلاشة دي يا فندم، عليها كل الفيديوهات المتصورة لصفوت وهو بيقدم الرشاوي لجمال. وأنت جبت كل الكلام ده منين؟ للأسف يا فندم جمال الصياد يبقى جوزي وأبو ولادي، ولما حس إن أنا شكيت عرض عليا إن أنا أكون معاهم كمستشارة قانونية للمشاريع والقرى السياحية المقامة على أراضي الدولة اللي هم نهبنا. والحقيقة إن أنا لما طلعت على المشاريع دي اكتشفت فسادهم، بس لإني بنت هلال كامل، الرجل المعروف عنه انه بيهاجم الفساد وبيتصدى ليه، ما كانش ينفع اسكت. انت حضرتك بنت هلال كامل الصحفي المعروف؟ ايوه انا يا فندم، وتربيتي تفرض عليا اني لما اشوف حاجه غلط ما اسكتش عليها حتى لو كانت جايه من اقرب الناس ليا. تمام، انا هعمل امر ضبط واحضر لكل اللي ذكرتيهم. الناس دي لازم تاخد جزائها علشان البلد تنضف. ايه
أظن دلوقتي فهمت كل حاجة يا أستاذة نورهان. لا لا كله تمام يا أستاذ دراز، ما تقلقش خالص. أنا مش قلقان. يلا يا صباح الجمال. ايه يا عم خدتني في ايه؟ وايه اللي بيحصل في الدنيا بس؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا بس؟ ده ما بقاش جورنال، ده الجورنال بيشع نور. ده ما بقاش جورنال، ده بقى جنينه. جنينه وفيها احلى ورده. بصي لو احتجتي بس اي حاجه انا جنبك هنا، قولي بس يا زكي. ها يا زكي. ماشي، تلاقيني جنبك على طول. تمام. ماشي بعد اذنك. ماشي يا زكي. بعد كمان كده. الله عليك يا زكي يا زوم. دي صور الخمس إرهابيين اللي رجالتنا قبض عليهم بعد اقتحام شقة أكتوبر. لقوا معاهم كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة، وثلاث لبات وخمس أجهزة محمول. رؤوف. تمام سار. هدي طول التحقيق معاهم. تمام يا فندم، وإن شاء الله كل اللي هوصل له هكتبه في تقرير بالتفصيل وهساعدك. عاوز أعرف من تميل لأي جماعة؟ أعتقد إن إحنا بعد ما نفرغ أجهزة الكمبيوتر والتليفونات اللي بتاعتهم أكيد هنلاقي صور ومراسلات، أي حاجة توصلنا لحاجة يعني. المهم السرعة مطلوبة عشان نعرف كانوا بيخططوا لإيه. المجموعة اتقبض عليها؟ ومين اللي هرب؟ بلغوا إن العملية اتلغت، مش هعرف أعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي أنت فيه بأسرع وقت، حالاً. أنا لازم أتصل بأخويا مؤمن، عايز أطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلم؟ معرفش، انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا، احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا، امرني. الامر لله. عاطف مدير مركز شباب اطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004، والشباب اللي انت تجلت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرأ مقالي عن كواليس الحادث يبقى لها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعوا لنا. احنا انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه. هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافه باشاعاتها واكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق ليولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما اهل الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي. عموما يا ست انا هسيبك براحتك، مش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايزني اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحبك.
لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. انا قلت حاجة اهم. انا قلت حاجة اهم. مش مهم اللي انت قلتيه، دي اهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، رضا، اوعى يا رضا، يا رضا هات الموبايل. هتعمل ايه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهل خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ في بلاغ متقدم من نجلاء عبد الرحيم فهمي بتتهمك فيه بتورطك في قضيه لبيع الاعضاء البشريه، والاوراق اللي عندي بتقول انك كنت بتستغلي فقر بعض الناس الغلابه وتمضيهم على تنازلات لبيع اعضائهم، وطبعا الحالات دي معظمها كان بيتوفى بعد العمليات اللي بتحصل لهم. وبعد فتره تم القبض على كل المتورطين في المستشفى دي بتهمه تجاره الاعضاء البشريه. وظن حضرتك محاميه وعارفه التنازلات اللي كنت بتعمليها دي عقوبتها ايه في القانون. طبعا يا فندم، انا قانونيه وعلى درايه بالقانون. بس الحقيقه البلاغ المتقدم من المدعوه نجله ده بيسمى في القانون بلاغ كيدي زي ما حضرتك عارف، لان الاوراق اللي قدام حضرتك دي متلفقه واكيد مزوره. وايه اللي يخلي نجلاء تقدم فيكي بلاغ كيدي؟ انا محاميه وليا اسمي وسمعتي، والغرض من البلاغ ده التشكيك فيا والتشهير بيا وبسمعتي. ده لاني سبق وتقدمت ببلاغ ضدها وضد شريكها المدعو عامر. ومين شريكها عامر ده؟ ده يا فندم واحد كان بيهددني وبيطالبني بمبلغ مال كبير نظير اني ما اكشفش الفساد اللي انا بتهمه بيه، وكمان عشان ما افضحهمش وافضح بلاويهم السوداء. وهددوني هو ونجلة ان هما هيفضحوني وهيشهروا بيا عن طريق الاوراق اللي قدام حضرتك دي. والدليل على كلامي يا فندم رساله نصيه جايه من تليفونه على تليفوني برقم حسابه في البنك عشان احوله عليه فلوس. وليه ما بلغتيش يا استاذه غاده؟ مين قال كده؟ أنا بالفعل تقدمت ببلاغ للرقابة الإدارية، وتم إصدار أمر بالضبط والإحضار لكل اللي أنا اتهمتهم، ومن ضمنهم نجلة وعامر. أظن كده أنا وضحت الصورة لحضرتك. وبتهيألي دلوقتي من حقي إني أطالبهم بالتعويض نظير التشهير باسمي وسمعتي. إيه ده؟ في إيه؟ اتفضل معانا. على فين؟ الرقابة الإدارية. نزل إيدك، نزل إيدك. يعني ايه مقبوض عليا؟ انا ما عملتش اي حاجه عشان اجي معاكوا في حته. ارجوك يا مدام اتفضلي معانا في هدوء ومن غير شوشره، وهتعرفي كل حاجه بعد كده. جمال بيه. ايوه نعم. عندي اوامر بالقبض عليك. اوامر من مين؟ الرقابه الاداريه. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم جمال الصياد. عارفين كل حاجه يا فندم، يا ريت تفضلوا معايا ومن غير شوشره. نزل ايدك دي، نزل ايدك. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ استاذ جمال متهم لاستغلال منصبه والتربح من خلاله، ومعايا امر ضبط واحضار من الرقابه الاداريه. ما صدقهمش يا فندم، انا طول عمري في خدمتك. معقول يا جمال؟ انت بتخون الثقه اللي انا اديتها لك يا فندم. انا انت تسكت خالص. اتفضل نفذ الامر اللي معاك. تحت امر مالك. ايه يا فندم، يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل.
برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعة يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفولة ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج برا البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جراله حاجه مش هسيبكم. دي اعترافات العيال يا فندم اللي اتقبض عليهم بتوع الخلايا الارهابيه، بيتبلغوا التعليمات من ابو مصعب يعملوا تفجير كنيسه وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنه في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما ان هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الاجهزه اللي معاهم؟ يا فندم طبعا، ودي لستة بارقام التليفونات ومده كل مكالمه والجهه اللي اتصلوا بيها. ده في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. واي واحد مشتبه فيه من ضمام الخليه يتقبض عليه فورا. اوامر يا فندم اوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطفه؟ تسمح لي اكلم سعادتك؟ شكرا. استاذ هلال، سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟ الو. ايوه يا مؤمن، انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها عرفت بيتكلم منين؟ للاسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعه وفي اسرع وقت تعرف لي مكان المكالمه من شركه المحمول. تمام يا باشا. انجز. زيزو لازم يرجع، الولد ملوش دعوه بحاجه. اهدى يا استاذ هلال، احنا مش ساكتين. اوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوة امنيه متجهه دلوقتي لسيد نوح وهيتجاب من اي حته هو موجود فيها. وزعنا نشرب اوصافه على اللجان والاقسام وكل حته انه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال، مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفون. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلوقتي. لما يجي بقول له. ايه في ايه؟ يا عم جلال، انا غلطان اني سبت لك التليفون، لازم اتصل بالبيت عندي. خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا مين؟ على اليمين ده انا هقتلك واقفلك مطرح. اوعى يا عم يا رئيس جلال، عيب كده. ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشاية يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ أنا القشاية. لو قلت لي بقى أبو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي أنتوا خطفتوه وديتوه فين؟ أوعدك موقفك في القضية دي هيتغير خالص. وهتبقى دوا على مني. وأنت من إمتى كان ليكم وعود؟ دلوقتي دلوقتي. حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد لو حصل له حاجة أنت اللي هتدفع الفاتورة. أنا مش هستنى حد. هتدفعها. أستاذ هلال. أسود. أستاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديتوا الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده، من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟
عاملين فينك ده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده، اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. اه انت عارف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغ بس. يلا وانا مش سبق وقلت لك الف مره اهلا قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم.
انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره بحصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضو الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هل، اهدى. حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص. بعدين ده انت اللي معلمنا اننا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هل. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها. انا بحبك قوي يا هل. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا.
خير يا دكتور؟ للأسف الرصاصة جات له في مكان خطر جدا وتسببت له في نزيف داخلي ودخل في غيبوبة. يعني إيه؟ أنا هكون صريح مع حضرتك، هو حاليا عايش على أجهزة. تقصد تقول إن ابني هيموت؟ عايز ابني مش هيموت؟ اهدي يا غالي، اهدي يا حبيبتي، اهدي. مالكش دعوة بيا، أنت السبب. بس تكون فاهم، ابني مش هيموت. عايز بعد التحقيق مع سيد نوح، هو قال ان الشخص الوحيد اللي هو يعرفه هو ابو مصعب، لكن مين اللي بعده في الترتيب هو فعلا ما يعرفش. اما عاطف بقى، عاطف الحقيقه قال على كل حاجه، اعترف بكل حاجه، وقال انه اثناء حادثة الاتوبيس كانوا بياخدوا توجيهاتهم من واحد اجنبي. اجنبي؟ اه. حاولت اعرف جنسيته الحقيقه يا فندم، بس ما استفدتش باي حاجه، ما استفدتش منه باي حاجه، وسيد نوح انكر تماما معرفته بالاجنبي ده. ابو مصعب ما وصلتوش معاه حاجه؟ ابو مصعب الحقيقه تصور حضرتك رافض انه يتكلم تماما؟ طبعا، ده المتوقع منه. انت عايز واحد قام بكم العمليات الارهابيه دي هو وجماعته ويتكلم بسهوله؟ رؤوف، احنا لو عرفنا مين اللي قرب ابو مصعب يبقى جبنا القضيه دي من اخرها. يا فندم سعادتك، ابو مصعب ده انا هخليه يقول كل حاجه من ساعه ما كان عمره سنه واحده. المهم بالنسبه لهلال مفيش جديد؟ الحقيقه حاله الحزن اللي هو فيها انا عندي احساس انها مطوله يا فندم، الا اذا حاله زيزو تحسنت، لانه هو بشكل ما عنده احساس ان هو السبب في اللي حصل لعفيده. بس هلال عارف خطوره الحرب اللي هو داخلها مع الناس دي. حرب مش سهله، والناس دي ما تعرفش لغه الدم، خصوصا ان هلال كان اتعرض للقتل قبل كده. اه بس هو ما جاش في باله ابدا انه حفيده يتاخد بذنبه هو، بس حضرتك ما تعرفش حفيده ده بالنسبه له ايه. يا رؤوف انت نسيت ان اعرف هلال من سنين طويله، بس انا متاكد ان هلال هيخرج من المحنه دي بسرعه، مش هلال اللي يستسلم بسهوله. مريم رياض إلى عصابة عز. مش في دعاية ولا علاج، المستشفيات مليانة إهمال. والتعليم بقى بيزنس، والمناهج اتحرفت عشان يخربوا عقول ولادنا. مين
مين المسؤول عن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب؟ ومين اللي قتل مريم رياض لما حاولت تفضحهم وتكتب عنهم؟ السلاح اللي دخل الإرهابيين عشان يقتلوا بيه ولادنا، مين اللي سهل لهم دخولهم؟ أيا كان هو مين، هيتحاسب. وحشتني يا زيزو، وحشتني الدوشة بتاعت المزيكا بتاعتك. قوم وعلي المزيكا على الآخر ولا يهمك. أنا آسف يا هدى، كان ليكي حق لما قلتي ان قعدته معايا خطر. لا يا بابا، انا للاسف سامحني، انا السبب في كل ده مش انت. احلى ايام عاشها زيزو كانت معاك. انا عماله احاول افتكر لي اي موقف حلو معايا، مش لاقيه. السهر ربنا بيعاقبني على اللي عملته معاه هو واخته، وعلى اللي عملته معاك انت كمان يا بابا. ادعي له يا غادة، ادعي له، دعوه الامه مستجابه. كنتش اعرف ان وجود الاستاذ هلال هو اللي مدي للجورنال الحيويه اللي كانت فيه. ما هو اللي حصل ما كانش سهل برضه يا زكي، ما تنساش ان هو كان متعلق بزيزو جدا. بس تعرفي ايه؟ الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا اجي الجورنال يعني هي انتي. انتي بتشحنيني طاقه، بتخليني كده. طب خلاص، ما دام مفيش شغل يبقى مفيش مرتب، ما دام البيه سايب اللي انا طلبته منه وعمال يرغي. روح يا استاذ خد الصوره اللي انا قلت لك عليها. انا بس كنت بسال نوريان على شاحن كاميرا سنه رفيع. ولقيته؟ لا. طب لو ما اختفتش من قدام وشي في ظرف 3 ثواني انا هخصم لك 3 ايام. لو استاذ دراز سائل عليا بيقولي له ان جدا. 3 ثواني خلصوا يا زكي. خف الدم ومعدياه. دكتور ما قالكيش هيفوق امتى؟ ما حضرتك لسه سألاه ورد عليكي. ما بيقولش جديد. يبقى لسه، بس ان شاء الله خير.
ابو مصعب، هو انا كنت عايز اعرف كان انتوا ليه كارهابيين يعني وسطيين، ليه بتسموا نفسكم دايما ابو حاجه يعني، ابو مشعل، ابو مصعب، ابو رامي، ايه الفكره يعني؟ مش فاهم، مع ان انتوا بتتولدوا عادي مش ابو حد خالص. فشت ليه كده؟ انا بهزر معاك، ما فيش حاجه يعني. تشرب حاجه؟ خيرك سابق. انت بتعتبر ان قبضنا عليك يعني خير؟ ها، تصدق ان انت راجل محترم؟ اصدق طبعا، انا فعلا محترم. طبعا انت لو ما اقنعتش نفسك بكده يا ابو مصعب انت مش هتعرف تعيش. الحرامي مثلا وهو بيسرق بيدعي ان ربنا يسترها معايا، مع انه حرامي، مش غريب عليك يعني؟ بس انا مش حرامي. مين اللي بيساعدك في مصر يا ابو مصعب؟ انت مش شغال لوحدك يا ابو مصعب. مين؟ محدش بيساعدني. وريح نفسك يا باشا. هو 25 على 2 يساوي كام؟ 12.5. صح، انت كنت علم رياضة صح؟ بهزر معاك. طب ال 25 سنة دول ليه ناخدهم كلهم اذا كان ممكن نقسمهم على 2؟ ده يعني بفرض ان احنا فلتنا من حبل المشنقة، ودي انا ممكن اضمنها لك. انا قلت لحضرتك معرفش حاجة. اقسم لك بالله العظيم لو حد غيري حقق معاك ما هضمن لك ايه اللي ممكن يحصل فيك. لاخر مره اسالك، مين اللي بيساعدك جوه مصر؟ انت ما تسيبش عقلك يفكر، ما تسيبش عقلك يفكر، هيوديك في داهيه عقلك. ده مين اللي بيساعدك في مصر؟ مين؟ بسيوني نصر. معالي الوزير السابق؟ خفت؟ خفت؟ خفت يا ابو مصعب. ربنا يقومك لنا بالسلام. والله ما زعلك تاني. ازيك؟ الحمد لله. انا اسفه اني دخلت. بتتاسفي ليه؟ وبعدين انت ليه كل لما بتيجي بتقفي بره ما بتدخليش؟ مش ببقى عايزه ازعجه يعني. فعلا ولا خايفه مني؟ صراحة خايفة منك. انت اسمك ايه؟ رضا. يا ترى عايز يعرف انت بتحبيه قد ايه؟ باين عليك يا رضا، كفاية ان انت الوحيدة من اصحابه اللي بتيجي تسأل عليه وتزوره. لا والله، ده كلهم نفسهم يجوا بس بيخافوا منك برضه. قولي لهم ما يخافوش، طالما انكم بتحبوا عز وعز بيحبكم يبقى انا كمان احبكم. كلميهم قولي لهم يجوا في اي وقت. بجد؟ انا هكلمهم دلوقتي حالا. لا مش لازم حالا، يمكن مش فاضيين. مش فاضيين مين؟ دول قاعدين مقطوعين من ساعه اللي حصل لعز. هكلمهم. ما كتبتوش حاجة جديدة؟ نكتب عشان مين يغني؟ محدش ليه نفس رضا وانت أولنا. قولوا لي يا أولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقة
ليه جمهور على فكرة وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزة حش رقبيهم. هو مين فيكو أقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم أقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. ان شاء الله. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بيننا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، قاعدين هما السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور، وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكدابه اللي حوالي، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا، لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ما هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدري اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، انا برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبه انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استجناه وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع ويرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. لكوا ايه؟ انا جت لي فكره مجنونه. مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في اي حتة، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع جنبك شايلينك. باخد رايك يا محمد، شركه حديد اسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعقود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك يا بسيوني بيه. ابعدني عن، انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسيه مسكنه على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها. وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه منا زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا هلال. زيزو فاء مبروك يا حبيبي. الحمد لله. كان كابوس. الحمد لله. وحشتني قوي يا هلال. انت لو وحشتني قوي قوي قوي. يلا الحمد لله على السلامه بقى يا زيزو. شد حيلك كده بقى عشان تعمل لنا حفله حلوه كده. ها ان شاء الله. معلش يا ماما يعني تعبتك معايا. تعبك راح يا حبيبي. حبيبي؟ ايه ده؟ هو انا لسه بحلم في الغيبوبه ولا ايه؟ كراي يا ولد، لما امي تقول لابنها يا حبيبي
يبقى بيحلم في الغيبوبة برضو؟ لا مش قصدي يعني، بس أنا فاهمة قصدك كويس، وإن شاء الله ربنا يقدرني ويعوضك عن كل اللي فات. سيبك من الكلام ده كله، ربنا يخليكي لينا. أنا هنبات هنا ولا إيه؟ البيت وحش قوي من غيركم. هو محدش قال لصحابي إن أنا جاي ولا أنا راجع النهاردة ولا إيه؟ صحابك برضو ولا حد بعينه؟ يلا بينا. يلا. وعك تحس بالفشل مهما كان املك في رب كبير، ما تسألش عن اللي بيحصل فيك اكيد ده كله خير. نايم حتى في حلم شايف الامل موجود، صاحي جوايا حلمي عدي بيا اي حدود. احلم يا صاحبي الحلم ده بداية النجاح، حط تركيزك في اللي جاي انسى اللي راح. قوم وعالج انسى كلمة مستحيل، الدنيا كلها قدامك عندك مليون سبيل. سبيل في كل خطوة سعي عدت عليك، قعدت تبكي على اللي فات وما فتحتش عينيك. فتح وشوف حواليك كل اللي بيحبوك واقفين في ظهرك وما فكروش في يوم يسيبوك. ولو حسيت انك لوحدك بص حواليك هتلاقي الكل واقف جنبك ومستنيك.